بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله مشاهدينا الأحبة وحلقة جديدة من برنامج نوافذ الحياة. هذه حلقة يوم الثلاثاء الموافق 23/11/2021، وأكيد وياكم على الهواء مباشرة. وفقراتنا فقرات برنامج نوافذ الحياة، أولى الفقرات معنا راح تكون هي فقرة حكمة اليوم، والحديث أو الحكمة المروية عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على أهمية الصدقة في حياتنا. الفقرة الثانية هي فقرة المايك والناس، اليوم فقرة مهمة جدا. مؤسسة مصباح الحسين عليه السلام للإغاثة والتنمية من فترة تبنت مشروع خاص بالأيتام، ألا وهو ميثاق الأيتام، وتحاول أن تعمم هذا الميثاق على كافة الصعد الحكومية البرلمانية والاجتماعية. اليوم راح فقرة المايك والناس تسلط الضوء على هذا الميثاق، ميثاق الأيتام المنبثق عن مؤسسة المصباح الحسين عليه السلام للإغاثة والتنمية. الفقرة اللي بعدها هي فقرة فوائد الموائد، واليوم راح نتعرف من خلال هذه الفقرة ومن خلال هذا التقرير المعد في هذه الفقرة عن فوائد الدهون الحيوانية أو الشحوم الحيوانية ومصادر البروتين الحيوانية بشكل عام. الفقرة الأخيرة راح تكون معنا بالوقت المتبقي من الحلقة هو لقاء مع جناب الدكتور محمود زنقنة للإجابة على أسئلتكم في مجال الصحة الغذائية والتنمية الصحية بشكل عام. إذا خلونا نبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى مشاهدينا الأحبة، أولى فقرات حلقتنا لهذا اليوم حكمة اليوم، خلينا نتابع. حياكم الله مشاهدينا، حكمة اليوم عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حكمة مقتضبة فيها معاني كثيرة، فيها قيم إنسانية وروحية وعقلية. خلي نشوف هذا الحديث. يقول مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وإن التوشوت يا اليوم حيدر يزدان منورنا بالإخراج، حياك الله مخرجنا اليوم حسين اللامي على ما يبدو عنده في الظرف. الحديث يقول إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة، إذا أملقتم فتاجروا الله سبحانه وتعالى بالصدقة. هذا هو الحديث عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الإملاق هو حالة مادية يمر الإنسان بتعسر مالي، بضنك مالي، بضنك في العيش، يصل إلى أدنى مستويات الفقر أو المسكنة، فيعني يكون هنالك انعكاس للواقع المفترض أن يعيش به الإنسان فيما يخص مصادر الرزق وما إلى ذلك. فالإملاق هو العوز المدقع بشكل عام، هكذا هو المصطلح الذي انتقاه مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيما يخص هذا الحديث. فينصح بني آدم أنه إذا تواجهكم ظروف قاسية فيما يخص تلبية مستلزماتكم حتى الأساسية منها، وصبتم أو واجهتكم ظروف قاسية في حياتكم من ضنك في المعيشة، فتاجروا الله سبحانه وتعالى بالصدقة. هسه قد يسأل سائل يقول هو ما عنده، كيف أني أتصدق؟ الصدقة ما تقتصر فقط إخواني أخواتي على بذل الأموال، يعني إحنا نرجع إلى أحاديث وروايات أهل البيت، على سبيل المثال الكلمة الطيبة صدقة، الابتسامة صدقة، عمل الخير صدقة، كل شيء ينصب في إطار التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن خلاله نتقن فن التعامل مع الآخرين، مع المحيط الخارجي اللي يحيط بنا، فهو أكيد صدقة. فما تقتصر الصدقات على بذل الأموال أو مساعدة الفقراء، لأنه هو هنا الحديث خاص بالأشخاص اللي يواجهون ظروف ضنكة، ظروف معيشة صعبة، فهنا يتاجر مع الله سبحانه وتعالى على اعتبار أنها تصبح تجارة رابحة مع الله سبحانه وتعالى، يقصد من خلالها العبد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الصدقة. إذن علينا أنه دائما يعني إحنا أكو فد أمور ربما معتادين عليها، لما نقبل على سفر معين نستخرج مال ولو كان بسيط
ونتصدق به إلى الفقراء. لما نحاول أنه نمارس أعمالنا الحياتية على اعتبار أنه صدقة بحسب ما ورثناه عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من خلال الموروث الإرشادي منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أنها تدفع البلاء، تزيد الرزق، وفيها مزايا أخرى للإنسان. هنا جميل أنه يدرب الإنسان ويمرن نفسه على بذل الصدقات من خلال مساعدة الفقراء، الاشتراك بالمؤسسات الخيرية، الاشتراك بمؤسسات الأيتام. اليوم فقرتنا اللي بعدها فقرة المايك والناس تتحدث عن هذا المشروع الكبير اللي تبنته مؤسسة مصباح الحسين عليه السلام للإغاثة والتنمية فيما يخص ميثاق الأيتام. فهذا هو بحد ذاته صدقة، يعني وإن لم تبذل فيه الأموال، لكن الغاية منه هو نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وحالة تفعيل الأثر داخل المجتمع ومشاركة المجتمع في كل ما يعانيه من مشكلات. إذن هنا حالة الإملاق اللي يمر بها الإنسان وحالة الضنك حقيقة يرفعه الله سبحانه وتعالى من خلال المتاجرة معه جل وعلا، ويكون الطريق إلى هذه التجارة أو رأس المال لهذه التجارة هو الصدقة. نتمنى تكون رسالتنا وصلت عبر هذا الحديث وهذه الحكمة لمولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيما يخص الصدقة وأهمية الصدقة في حياتنا، واللي فيها مزايا كثيرة علينا أنه ندرب ونمرن أنفسنا على أنه نكون من المتصدقين دائما، حتى في مسألة نشر العلم إخواني أخواتي، حتى في مسألة تربية الأبناء، في مسألة إخلاصنا في عمل معين، إخلاصنا في وظائفنا، إخلاصنا في أعمالنا، وفائنا. كل هذه الأمور حقيقة تندرج ضمن باب الصدقة ولا تقتصر على البذل المادي. مشاهدينا أحبتنا، خلينا ننتقل إلى فقرتنا التالية، هي فقرة المايك والناس، ونشوف يعني تفاصيل أكثر عن هذا الميثاق الخاص بالأيتام واللي أصدرته أو تبنت مشروع مؤسسة مصباح الحسين عليه السلام للإغاثة والتنمية. فقرة المايك والناس، خلينا نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا، تحية مباركة إلى كادر برنامج المايك والناس لحضورهم بهذا المؤتمر أو الجلسة الطيبة. مؤسسة مصباح الحسين للإغاثة والتنمية التي تعمل بوصايا المرجع الدين الكبير آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي، تعتبر أحد المؤسسات الكبيرة والفاعلة في العراق، مجالها إنساني و تتعاون مع جميع دوائر الدولة والمؤسسات الفاعلة، لديها مشاريع استراتيجية كبيرة، جميع مشاريعها تبدأ من أقصى الجنوب وحتى أقصى شمال العراق، لكل طوائف العراق، لكل شرائح المجتمع. أحد مشاريعها الاستراتيجية الكبيرة هو مشروع حماية أيتام العراق، كون المؤسسة تحتك مع الشرائح المتعففة والمحتاجة، وخاصة شريحة الأيتام منهم. بدأنا بمبادرة تخص أيتام العراق جميعا، هنا أؤكد جميع أيتام العراق. المبادرة بدأت قبل سنتين إن شاء الله، بدأنا بخطوات المسح الميداني وجمع بيانات عن الأيتام من البصرة وحتى أقصى شمال العراق، وإن شاء الله مستمرون في جمع البيانات والتحضير. كما هو معروف أنه العراق اليوم فيه الكثير من الفئات الضعيفة والهشة، وسواء كانت فئة العاطلين عن العمل أو فئة الفقراء أو فئة الأرامل والمطلقات ومن ضمنها فئة الأيتام. هذه الفئات حقيقة تحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى حماية، لأن هذه الفئات هي الأكثر ضعفا في المجتمع والأكثر تضررا من انعدام العدالة عندما لا يحصل في بناء الدولة.
اليوم هذه المجتمعات بحاجة ماسة إلى أنه يكون هنالك دعم لها وتبني لقضاياها من قبل المنظمات المجتمع المدني، المؤسسات الرسمية، المؤسسات غير الحكومية بشكل كامل، لأنه اليوم بدون ما توجد هنالك مبادرة مدنية لدعم هذه الشرائح تخلق رأيا عاما مؤثرا على صناع القرار لاتخاذ القرارات المناسبة والسديدة لحمايتها ورعايتها وتنظيم حقوقها. هذه الفئات حقيقة نحن نلقي بها إلى يعني غياهب التطرف والإرهاب وإلى الكثير من المشاكل التي قد تلحق الضرر بالسلم والأمن الأهلي والاجتماعي. طبعا موضوع الأيتام من المواضيع المهمة التي تهم المجتمع، سواء كان المجتمع العراقي أو باقي المجتمعات. يعد موضوع الأيتام من المواضيع التي ظهرت منذ القدم. بالنسبة للمجتمع العراقي فقد عانى الكثير من الأزمات، منها سواء كانت الأزمات التي مر بها من حروب وويلات وأمور كثيرة، فقد تعرض هذا المجتمع إلى الكثير من التغيرات وخصوصا بعد 2003 بسبب ما عاناه من هذه الحروب. وقد ظهرت شريحة الأيتام بصورة أوسع من السنوات السابقة، فقد زاد أعداد اليتم في العراق بسبب هذه الحروب وبسبب الإرهاب الموجود. ونلاحظ أنه لليتيم دور كبير في المجتمع، لأنه حاله حال أي إنسان موجود في هذا المجتمع، وبالتالي يحتاج إلى حقوقه كاملة، سواء كانت الحقوق حقه في التعليم للحصول على فرصة في التعليم، وكذلك حقه في الحصول على كافة الخدمات سواء خدمات صحية أو خدمات اجتماعية أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لفقرة المايك والناس. فيما يتصل بهذا المشروع، هو كغيره من المشاريع يستهدف شريحة مهمة من أبناء هذا البلد الذين تعرضوا لهزات اجتماعية، هزات نفسية بسبب اليتم، ولابد من معالجة أوضاعهم وإصلاح أوضاعهم، وبالتأكيد هذا ينعكس على المجتمع بعمومه، لأنه نحن نتحدث عن مئات الآلاف من الناس الذين تركوا بدون أب أو بدون أم أو بدونهما معا. وأيضا اليتم لا يقتصر على الجانب النفسي وعلى التأثير بفقدان الأب، وإنما فيه جوانب اقتصادية واجتماعية مهمة. ففقدان الأب أو الأم معناها فقدان لمصادر الدخل، معناها فقدان للمعيل، وأيضا في الجنب الاجتماعية فقدان للموجه، ويثير هذا احتمالات كثيرة تتعلق ب لا سامح الله الانحراف، الابتعاد عن الدراسة وغيرها من المشاكل التي تنعكس بالنتيجة على أوضاع المجتمع. وكل ذلك يرتبط بديننا الإسلامي وما نختزن من قيم وثقافة إسلامية التي تحتم علينا أن نهتم بالجميع، لا سيما الفئات الهشة والمعرضة ل أكثر من غيرها بسبب هشاشتها، بسبب الظروف اللي تمر بها. وأيضا الموضوع يرتبط بمقولات حديثة، مقولات حقوق الإنسان، مقولات التنمية البشرية، مقولات التنمية المستدامة، ولعل واحدة من عندها هي مبدأ عدم ترك أحد اللي نصت عليه أجندة التنمية المستدامة 2030. كل هذا يقودنا إلى رعاية هذه الفئة المجتمعية المهمة ومنحها من الانزلاق بعيدا عن ثمار التنمية وبعيدا عن ما يريد المجتمع. وبالتأكيد ينبغي لهذه الفئة أن تحصل على تعليم أفضل، على صحة أفضل، على تغذية أفضل، بما يمكنها من أن تندمج بشكل إيجابي في هذا المجتمع وتسهم في عمليات البناء والإعمار وما يحقق الخير لجميع أبناء مجتمعنا سواء الأيتام أو غيرهم.
سؤال دائما نطرحه بس ما اريد الالسنه تجاوب عليه، اريد الضمائر هي اللي تجاوب عليه. يعني اليتيم لمن، يعني شنو الاسباب اللي خلتها يتيتم؟ اكيد الغالبيه منهم بسبب هذا البلد، فيجب ان تكون المكافاه كهذه المشاريع اللي تتبناها مؤسسه مصباح الحسين للاغاثه والتنميه، واللي طبعا باختصار هو مطالبات اعداد قانون خاص بالايتام يشعر بمعاناتهم ويعني يلبي احتياجاتهم، مو فقط على الصعيد المالي او المادي وانما في كافه الصعد، واهمها البعد النفسي والبعد التربوي، باعتبار انه اليتيم يمر بازمات حقيقه كثيره، بتهميش، بإقصاء، على كل ذو ضمير حي أن يتبنى ويشعر بهذه المعاناة للأيتام وينتهج نهج مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كيفية تعاطيه وتعامله مع الأيتام تحديدا، كان أبو الأيتام. فلنتعلم من أسلوب الحياة المنتهج لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في تعامله مع هذه الشريحة التي حقيقة كان بنفسه صلوات الله وسلامه عليه يخدم هذه الشريحة ولا يسمح لأحد بأن يقدم لهم الخدمات، كان بنفسه وهو أمير المؤمنين، هو سيد الوصيين، هو وصي رسول الله صلى الله عليه وآله، ويتمتع بهذه المكانة العظيمة والمرتبة العليا عند الله سبحانه وتعالى، كان بنفسه يخدم الأيتام. إذن حكومة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ذو الخمسة أعوام، كان كل عام من هذه الأعوام، لا بل كل يوم حكم فيه الإمام علي بن أبي طالب، هو فيه دروس وعبر إلى كل الحكومات عبر التاريخ وإلى يوم القيامة، لنتعلم كيفية التعاطي مع الأبعاد الإنسانية فيما يخص هذه الشريحة. بارك الله بجهود مؤسسة مصباح الحسين عليه السلام للإغاثة والتنمية وكل المؤسسات التي تسعى إلى انتشال الأيتام من هذا الواقع وحالة التهميش. يعني هنالك بعض المشاريع التي تكاد تكون خجولة أمام حجم هذه المعاناة للأيتام، لا تلبي الاحتياجات الكافية لأيتامنا، وفي العراق والبلدان العربية والإسلامية الكثير الكثير من الأيتام، وبدأ ناقوس الخطر الحقيقة يدق فيما يخص اتساع هذه الشريحة، شريحة الأيتام، في عموم البلدان العربية والإسلامية وخصوصا في العراق. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يمكننا وإياكم مشاهدينا من تقديم ما يمكن تقديمه إلى هذه الشريحة، شريحة الأيتام، باعتبار أنها تفتح لنا أبواب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. مشاهدينا أحبتنا، ما زلنا متواصلين معاكم وفقرات برنامج نوافذ الحياة، وصلنا وياكم إلى فقرة فوائد الموائد، واللي من خلالها راح نطلع على مصادر البروتين الحيواني تحديدا، باعتبار أنه يعتبر من البروتينات والدهون الحميدة التي تنفع صحة الإنسان. بعدها نلتقي وياكم بفقرة الصحة وفقرة الغذاء المنتظم، الفقرة الطبية والصحية مع جناب الدكتور محمود زنجنة، وأيضا راح نفتح الاتصالات في هذه الفقرة للإجابة على أسئلتكم ومشكلاتكم الصحية وحتى الغذائية مع جناب الدكتور محمود زنجنة مدير المركز الصيني العراقي. إذن خلونا هسه نتابع فقرة فوائد الموائد، وإن عودة وياكم ويا جناب الدكتور محمود زنجنة. مصادر البروتين الحيوانية تشمل هذه المجموعة كل من البيض والسمك واللحوم الحمراء من الأبقار والغزلان والدواجن مثل الدجاج والديك الرومي والسمان، بالإضافة إلى منتجات الألبان مثل الجبن والحليب وبروتين مصل اللبن. مصادر البروتين النباتية تشمل هذه المجموعة عددا من الأصناف وهي كالآتي: البقوليات
مثل العدس والفاصولياء بأنواعها والبازلاء وفول الصويا ومنتجاته مثل التوفو، بالإضافة إلى الفول السوداني، المكسرات والبذور مثل اللوز والفستق الحلبي والكاجو والجوز والبندق وجوز البقان وبذور القرع وبذور دوار الشمس وبذور الكتان وبذور السمسم وبذور الشيا وغيرها. الحبوب الكاملة مثل القمح والقمح الطوراني والكينوا والأرز والشوفان والحنطة السوداء وغيرها. وهنالك مصادر أخرى للبروتينات مثل الخضروات والفواكه، لكن من الجدير بالذكر أنها تحتوي على كميات أقل من البروتين من تلك الموجودة في الأطعمة النباتية الأخرى. ومن الأمثلة عليها الذرة والبروكلي والهيليون والخرشوف الأرضي وبراعم بروكسل. بعض المحاصيل هذه اللي شاهدناها من البروكلي والملفوف وغيره يكون طعامها غير مستساغ لدى المتناول لهذه الأكلات، لكن فيها نسبة بروتين حقيقة جيدة، فضلا عن البروتينات الحيوانية اللي تعرفنا عليها واللي لها دور كبير في تنظيم صحة الإنسان، طبعا إن تناولناها بحالة من الاعتدال مو الإفراط، لأنه كل شيء فيه إفراط فيه مضرة على صحة الإنسان. وأنا دائما أكون خجول عندما أتحدث بهذه الأمور الصحية بحضور الدكتور محمود زنقنة مدير المركز الصيني العراقي، ورحب بأجمل ترحيب في استوديو برنامج نوافذ الحياة. حياك الله جناب الدكتور ومية هلا بيك. الله محييك، أهلا وسهلا بيك، صباح الخير عليك وعلى مشاهدينا. صباح الخيرات، الله يبارك فيك. حياكم الله دكتور. مصادر البروتين الحيواني تحديدا شنو فوائده، شنو الأضرار إذا أفرطنا بتناول هذه البروتينات الحيوانية تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وعجل فرجهم وهلك ولعن عدوهما من خالفهم من الجنة والإنس أجمعين آمين رب العالمين. بالنسبة للبروتينات، طبعا الله عز وجل كل شيء خلق إنه بالطبيعة هو لخدمة الإنسان، وخلقنا الحيوانات والنباتات والماء والهواء وكل شيء إن حتى يخدمنا ونستخلص منه ما يحتاج جسمنا. البروتينات الحيوانية، طبعا البروتينات مثل ما سمعنا تقريبا تنقسم إلى عندنا حيوانية وتنقسم إلى نباتية. البروتينات الحيوانية مفيدة لبناء الهيكل العضلي لجسم الإنسان بمساعدة طبعا الأنسولين، مفيدة أيضا لاستخلاص الفيتامينات وبعض المعادن وبعض الأملاح وبعض الدهون التي تتحول إلى هرمونات، هذه كلها موجودة باللحوم والبروتينات الحيوانية، ما موجودة بغير مكان. جميل. يعني هسه من أنا أجي أكل لحم بقري ما ألقى الفوائد الخاصة اللي موجودة به حتى لو بأي مكمل غذائي أروح أخذها ما ألقى، لأن الله عز وجل خلقنا في بنية متكاملة ما يحتاج جسمي، وما يدخل إلى جسمي ما يخلف لنا أي ضرر إلا مثل ما تفضلت حضرتك بالإفراط. الإمام علي سلام الله عليه يقول الله عليه. اقدم إلى الطعام وأنت تشتهيه، أو إلى المائدة وأنت تشتهيها، نعم، وارفع يديك وأنت تشتهيه. يعني شنو؟ يعني كل شيء تفرط به، لا بنوع من الأكل ولا بالمائدة، تقنين بشكل عام، بل هذا الإفراط هنا يسبب لنا، لأن احنا نعرف ما يحتاج جسمنا من بروتينات هو 15% من مجموع الانرجي او الطاقه اللي يحتاجها باليوم. مثلا احنا اذا جسمنا يحتاج له 300، اذا جسمنا يحتاج 2000 كالوري باليوم، فال 300 كالوري ناخذها من اللحوم. اللحوم جيده ومفيده، ولكن زيادتها ايضا، احنا نتكلم دائما بالتغذيه، زيادتها ايضا راح يتحول الى جلوكوز ايضا. جميل. وزيادتها يتخزن على شكل دهون، وزياده اللحوم راح يخلي مستوى الانسولين من كرياس يفرز نسبه اكثر. اذا كان بحد ال 15% مما يحتاجه جسمي، ما امرض بسبب اي بروتين، وجسمي يكتفي
بما يأخذ يوميا ما يحتاج يوميا من أملاح ومن معادن ومن طاقة ومن فيتامينات وفيتامين دي ودهون وكوليسترول وغيره. طبعا خليها ماتين احنا ما دام وصلنا إلى ذكر الكوليسترول، الجسمنا يحتاج إلى كوليسترول، احنا عندنا بعبع نخاف من عنده هو الكوليسترول، لا، أول ما نقعد يوميا الصبح جسمنا يولد ينتج، جسمنا يولد ينتج 2000 ملي جرام من الكوليسترول يوميا. هذا الكوليسترول يعني احنا دماغنا يحتوي على 75% او 80% من الكوليسترول، خلايا العصبية كلها بالكوليسترول، جميع انواع خلايا، جميع خلايا الجسم كلها الغلاف الخارجي مالتها من كوليسترول. الكوليسترول مو ضار، انه الكوليسترول زين، ولكن شو وقت يكون ضار؟ اذا خلطنا الكوليسترول بالنشويات والكربوهيدرات والسكريات، هنا تتحول الى هذه المشكله. نعم. فلذلك نشوف برنامج غذاء الكيتو اللي يتبع الكيتو، شوف ياكل دهن هوايه، يعني الشحم والليه والزبد ودهن الحور. نعم. زين، دهون الحيوانيه شو ياكل هوايه من عنده، بس ما يرتفع عنده الكوليسترول ولا ترتفع عنده الدهون الثلاثيه، بالعكس اذا كانت عنده راح تنخفض هماتين. هنا اكبر دليل نعرف بان الكوليسترول مفيد ان جسمنا وما له ضرر، وارتفاع الكوليسترول مو بسبب الشحوم واللحوم، بسبب النشويات والكربوهيدرات في حال السكريات. طبعا اعتقد انه اذا تناولنا هذه الاغذيه من مصادرها الطبيعيه، يعني مو المصنعه او اللي داخله بها المواد المصنعه واللي لها يمكن انعكاسات سلبيه على صحه الانسان. يعني اكو تفضلت واستشهدت بحديث الامير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول ايه في القران جماعه الطب كلها كلوا واشربوا ولا تسرفوا. معنى الاسراف هنا التقنين، لكن في حال إذا أخذنا هذه الأغذية وهذه المصادر الغذائية من مصادر طبيعية غير المصنعة، مثل الدقيق الأبيض أو الصفر مثلا، مثل بعض الأطعمة اللي ممكن أنه هذه الكاتشب والمايونيز وهذه المواد المصنعة اللي فيها أضرار صحية يمكن على صحة الإنسان. شوف حتى الحنطة، الحنطة مالتنا هسه والحنطة مال قبل 50 و70 سنة، ترى هذه كلها معدلة وراثيا، الذرة والصويا الشعير هنا مو فقط هي الكثرة من عدها، هي التعديل الوراثي. نعم. اللي صاير عليها هذا اللي قاعد يسبب لنا مشاكل. جميع أنواع الطعام المصنع كله بيضرر، أي شيء مصنع، ومو فقط الطعام المصنع، الآن نربي الدجاج، الدجاج قاعد يربون دجاج بالمزارع، هل الدجاج هذا نفس ما الدجاج اللي أنت موجود عندك بالبستان أو بالحديقة تأكل وتشرب؟ حتى طعامها من تاكله تحس بفرق. هذيك متغذيه على غذاء صناعي، بروتينات وما الى اخره، مجرد بدون طعام، حتى بدون فائده، ومن المحتمل هم بها ضرر اذا اكثرت من عندها. احسنت. الابقار، اللحوم، كل شيء قاعد يربى الان بداخل المزارع هو موجود، حتى السمك، السمك قبل كان نقول بس السمك سليم، السمك الان قاعد يربى على بروتينات، قاعد يربى بمزارع اسماك، حتى لو يربى بالنهر موجود هو بالنهر. ولكن غذاء شنو؟ غذاء مو طبيعي، قاعد يعطوه غذاء خاص للاسماك. هذا هنا المشكله اللي عندنا، اللي تحول الغذاء الى سموم والى مخلفات. اذا دكتور اذا تسمح لنا حتى ننوه على الاتصالات للمشاهدين، مشاهدينا راح نستعرض على حضراتكم ارقام الهواتف اسفل الشاشه، للي يحب انه يتصل ويستفسر عن موضوع صحي معين او غذائي معين، ما عليه الا انه يتصل علينا حتى يجيب الدكتور محمود زنقنه على الاسئله المطروحه من قبل حضراتكم. دكتور، يعني هذه السموم اللي تحدثت عنها واللي تنتج من خلال تعاطي هذه الشركات فيما يخص الجوانب الغذائية، نسبة الأضرار وكيف نتعامل وياها في حالة الإجراءات الاحترازية إن صح التعبير؟ عندنا حديث عن النبي، عن أهل البيت، لسه ما يحضرني بالتحديد عن من الحديث، بما مضمونه. نعم. أنه كانوا يسهلون كل جمعة، يسألون كل جمعة شنو يعني، يعني يأخذ عشبة معينة، مثلا خلينا نقول السنة مكي، يأخذها كل أسبوع مرة تنظف جسمه من السموم. السنة مكي تحديدا يسهل الأمعاء طبعا، يسهل الأمعاء. نعم. وأنا ما أنصح به يعني أكثر من مرة واحدة بالأسبوع، حمات ما أنصح به، واللي عندهم أمساك لا يأخذوا نهائيا، أكثر استخدام أكثر من أسبوع متواصل ممنوع، و أنصح 4 مرات بالشهر يعني مرة بالأسبوع، اللي يقدر اللي يريد يستخدم التنظيف الأمعاء.
فاحنا ذاك الوقت كانوا يسهلون بالسبوع مره نعم. وما كانت اكو سموم وكان اكو الغذاء طبيعي نعم. احنا هسه شو نسوي بهذا العصر مالتنا؟ يجب ان نستخدم المسهلات ونقلل من السموم الموجوده بالطعام، لان هذه هذا الطعام اللي قاعد ناكله والمواد التي تدخل بتصنيعه غريبه على جسمنا، وهذه اللي تسبب لنا الامراض وما لا تنهضم ولا تخرج من جسمنا. يجب راح نستأنف هذا الموضوع دكتور بعد ان ناخذ هذا الاتصال من بابل. منو يانا من بابل؟ نضال حسين. نضال حياك الله يا نضال، مية هلا بيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك بيك، كيف الصحه يا نضال؟ الحمد لله. نضال تفضلي، شنو عندك من مشاكل صحيه وغذائيه؟ الدكتور محمود زنقنا يسمعك الان. انا شعري عكس وقع هواي من عنده. شعرك عكس نعم. شو يوقع هواي من عندك؟ قد عمرك؟ 21 سنة. وزنك ايش قد؟ واحد وزن ما قايسته. سمينة ضعيفة رشيقة؟ ضعيفة. ضعيفة حال. الدورة ما عندك اضطرابات بيها؟ لا لا، بس السؤال الثاني وتدهني وبيحب الشباب. شنو هو؟ حب الشباب؟ ايوه تدهنوا بحب الشباب. بس عيدي بوضوح ماذا نسمع يا نضال؟ نضال وتدهنوا ها الوجه دهني نعم نعم وبيحب الشباب ان شاء الله. خير ان شاء الله، راح نجاوبك ان شاء الله بعد. عندك سؤال اخر يا نضال؟ نضال عندي سؤال اخر؟ يلا راح نجاوبك ان شاء الله. ويانا ابو حسين من الديوانيه. السلام عليكم يا ابو حسين. يلا السلام عليكم. حياك الله ابو حسين، حياك الله. 100 هلا بيك ان شاء الله. الله يبارك. زحمتكم شويه. لا على راسنا دكتور ان شاء الله. منور ان شاء الله، وجزاكم الله الف خير على هذا البرنامج. الله يبارك فيك. هناك يعني ما تقدر ولا هاي يعني أكيد. حتى ما يقدر يشتري العلاج يعني حقيقه. اكيد اكيد الله يعين الناس. هذا فضل الله للبيت من عندكم ان شاء الله. الله يبارك بكم، الفضل لله سبحانه وتعالى. انا اريد من الدكتور اطلب من الله والزهراء ان شاء الله تحفظه، اريد يودي لي يعني العلاج يعني على واتساب مثلا او برساله يكتبه لي، لين ما لحق اكتبه والله. وانا شويه ماشي. انت ابو حسين المقعد اعتقد اللي الجريح. اي والله اي اي عندي شويه. هذا الرقم، هذا الرقم اللي تتصل به بواتساب؟ لا ما بي، بس لا يريد على ابني الطريق مو مشكلة ويا الأخوة بالكنترول يا أبو حسين. اترك الرقم اللي بي واتساب الآن، الأخوة بالكنترول يسمعونه، اترك الرقم اللي بي واتساب والدكتور إن شاء الله ما راح يقصر وياك، يكتب لك الوصفة. احنا عندنا الأعراض اللي عندك، انت قلت ألم بالجهة اليسرى. اي اي معدتي مناكل يعني مناكل شيء تأذيني، معدتي وعد الناسور شوية هذا مأذيني. عيوني دكتور وياك حبيبي، اذا تسمحني الله يستر عليك، اذا تسمح لي عيوني على المركز الصيني العراقي، اكتب باليوتيوب راح يطلع لك الرقم مالتنا، دز رساله على الرقم مالتنا، قول انا ابو حسين مقعد من ديوانيه واشرح لي حالتك، وراح توصل لك رساله مفصله بجميع انواع العلاجات ان شاء الله. جميل، هذا طريق مختصر. واني من عندي الصيني المركز الصيني العراقي، واني من عنديهم راح ادز لك علاجيا اللي هن يعدلن جسمك، يعدلن اخلاط جسمك، هديه من عندي لك ان شاء الله. شكرا ان شاء الله. شكرا دكتور. انت هديتك من الله من زهر ان شاء الله. الله يبارك، الله يبارك، الله يحفظك. والله انا متاذي كلش والله. الله يعينك. بعد شوف لي راح يكون دكتور محمود هو دكتورك الخاص يا ابو حسين، تدلل علينا ان شاء الله. بس تسرج المركز الصيني العراقي راح يطلع لك الرقم الخاص، ابعث رساله الدكتور راح يبعث لك الوصفات، وفضلا عن العلاج مقدما ان شاء الله يحاول يوصل لك اياه بطريقه او باخرى. شكرا لك يا ابو حسين. ويانا ابو علي من دياله، حياك الله يا ابو علي. السلام عليكم. مية هلا بك يا ابو علي، حياك الله. بدون زحمة دكتور عبد الله، علاج السكر والضغط بالاعشاب الطبيه ليش توضح لنا اياه؟ علاج السكر والضغط. نعم والضغط عبد الله وجهك ان شاء الله تعالى. الله يبارك بيك ويحفظك. نعم اشكرك. شكرا حياك الله. خلينا نكتفي بهذا القدر بالاتصالات الان، وحتى جاوبنا الدكتور. الاخت نضال حسين من بابل تقول اني شعري عكش واعاني من تساقط الشعر. مالي. بدايه نعم. بالنسبه لتساقط الشعر والشعر العكش، خلي اعطيها فد وصفه مفيده لخشونه الشعر. خشونه الشعر نقص غذاء تسبب خشونه الشعر.
جفاف الشعر ونقص الكولاجين بالشعر راح يسبب لنا هذا الشيء. يجب ان تاخذ كولاجين مكمل غذائي كولاجين او تاخذ هذا موجود بالصيدليات موجود بالصيدليات بس الافضل انا اقول هسه شلون نسوي الكولاجين. نعم الافضل احنا البون بروث اللي هو شوربه عظام البقر كسور مالت البقر اي عظام نجيبه حتى لو ما هو الكسور كان بس يفضل الكسور. نعم نكسرها نخليها بالقدر نضيف عليها مي نتركها لمده 10 ساعات على نار هادئه تغلى. بعد ذلك هذا المي لازم تشربه يوميا 3 مرات على نص كوب تشرب من عنده هذا الكولاجين طبيعي يفيدها يفيد اللي عنده مفاصل يفيد اللي عنده سوافان يفيد الجسم يفيد اللي عنده بشره تجاعيد وما الى اخره هو هذا نعم. علاجه تجي تاخذ زيت جوز الهند بنسبه 25% زين زيت الزيتون 50% زيت الالويرا او زيت الصبار بنسبه يعني 25% 50 غرام خلينا نقول 25 غرام نعم. زيت جوز الهند نعم. 50 غرام زيت الزيتون 25 غرام زيت الصبار او اذا ما لقيت زيت الصبار خلي تخلط ذن الزيتين مع بعض تدلك فروه الراس والشعر تدلكه وتقعد نص ساعه قدام الشمس يوميا مرتين يبقى هذا الزيت يبقى الزيت على شعر راسها من الصبح يعني اقل شيء 10 ساعات وتقعد على نص ساعه فترتين منفصله كل فتره نص ساعه قدام الشمس هذا يفيد الاوقات دكتور اوقات الجلوس تحت اشعه الشمس طبعا الجلوس احنا الشتاء عندنا يعني يفضل نعم. قبل الساعه بالعشره ويفضل بعد الساعه بالثلاثه الشمس تكون مو قويه الاشعه البنفسجيه اللي موجوده بالشمس تكون مو ضاره مو نعم. مركزه فتستفاد من عده جميل. بعد ما تغسل من هذا تستخدم جل الصبار الصبار الورقه الصبار تقشط القشر مالها تطلع الصبار الجل مالته وتفرك فروه الراس وشعرها هذا راح يعطيها بعد ايام تشوف شعرها لماعي يبدي ينعم يبدي التساقط عليه الفتره يقل. اللي تستخدم هذه الوصفه دكتور خلي تستمر من شهرين الى 3 شهور حتى تتخلص من تساقط بلي تتخلص نعم. من تساقط الشعر فيتامين دي تاخذ فيتامين دي اوبرا فيتامين دي 300,000 وحدة وتشربها او تزرقها يفضل بالشهر مره واحده بالشهر مره بلي المغنيسيوم او اكو مكملات غذائيه او مجموعه فيتامين او السنترم خلي تاخذ السنترم من الصيدليه ملتي فيتامين تقدر تستخدمه راح تتخلص من مشاكل طبعا بالمناسبة دكتور فيما يخص الفيتامين الدي يعني العملية سهلة جدا بإمكان أنه كل شخص حتى إذا ما كان يعاني من أمراض فقط أنه يعني بالمختبرات التحليل يشوف نسبة الدي قد عنده إذا كانت واطية بإمكان أنه يستخدم هذه الأوبر وهي تشرب يعني دائما ينصحون بها الأطباء أنه يتم تناولها مع الحليب تحديدا بل هي او مع المصادر المشروبات الطبيعيه نعم بل هو يذوب بالدهن يفضل ان ياخذ مع اكل دسم او شيء دسم بالي بالنسبه ل احنا ليش نشوف انا ما شفت واحد عنده فيتامين دي كامل بالعراق او بالوطن العربي عموما ليش لان خايفين من الكوليسترول الكوليسترول هنا فائده الكوليسترول الكوليسترول عد ما اخذه يجي تحت الجلد تضرب اشعه الشمس يتحول الى فيتامين دي جميل. اذا ماكو كوليسترول منين يتحول فيتامين دي لهذا السبب احنا نخاف من الكوليسترول ما ناكل كوليسترول وما يتحول عندنا فيتامين دي وكل العراقيين وكل العرب عندنا نقص فيتامين أحسن. دي طيب هذا فيما يخص تساقط الشعر وايضا يعني الشعر غير المنتظم او غير السلع نعم تقول وجهي دهني وبيحب الشباب بل الوجه الدهني ذاك اليوم احنا تكلمنا تاخذ ملعقتين طعام من خل التفاح على نص غلاس ماء وتخلي القطن به وتمسح بشرته هم يخلصها من البشره الدهنيه وهم ما تخلصها من حب الشباب خلال 3 أيام إلى أسبوع راح تخلص من عدهن نعم. إذا استمرت عليها هذا أكثر من أسبوع يفضل أن تستخدم جل الصبار مرة ثانية على وجهها أو شغلة ثانية تأخذ المايونيز هذا المايونيز اللي ناكله للطعام يفضل أن تسويها مرتين بالبيت ما في مواد كيميائية تأخذه وتخليه على بشرتها تترك لمدة نص ساعة بعدين تغسل بشرتها ورا أسبوع إذا صار عندها جفاف بس ما ينصح ب يعني دهن الوجه بالمايونيز هذا المصنع لا يعني المصنع احنا قاعدين بمواد حافظة المتصل أبو علي من ديالة راد علاج أو وصفات علاجية لارتفاع السكر والضغط اللي يريد يخلص من السكر والضغط طبعا ما عندنا مرض مزمن اسمه نعم لا بالطب الصيني ولا بالطب الإسلامي ولا بالطب النبوي ولا بطب أهل البيت أصلا ما عندنا شيء مزمن
المزمن احنا نجيبه لنفسنا بسبب غذائنا. يريد يخلص من السكر ومن الضغط فقط وبدون علاج، فقط يروح يتبع لنظام الكيتو. نعم. خلال ايام ثلاث ايام. يمكن نوضح شنو نظام الكيتو؟ البعض ما يعرف لربما هذا نظام الكيتو. يعتمد نظام الكيتو ان ايش جسمي يحتاج من غذاء، نعم، من طاقه، خلينا نقول 2000 ملي 2000 سعره حراريه يحتاج. نعم. هذا اكو برنامج بال على الموبايل يقدرون ينزلوه، حساب السعرات الحراريه، يعطي وزنه، يعطي عمره، يعطي طوله، راح يعطيه يقول له انت تحتاج مثلا 2000 سعره حراريه او 2500 سعره حراريه او 1000 سعره حراريه في جسمك الطاقه اللي تحتاجها. فمثلا خلينا نقول 2000 سعره حراريه راح يحتاج جسمه. هنا يمنع يقطع جميع انواع النشويات والسكريات والكربوهيدرات، يعني يقطع الخبز والتمن والشكر والحلويات والفواكه. هذا بس مجرد كل انواع الفواكه، كل انواع الفواكه ما عدا الافوكادو. هذني كلهن يقطعهن خلال يومين، الضغط ينتظم وسكره ينتظم خلال يومين مو اكثر من يوم وبدون علاج، ويترك علاجه اليوم الثالث راح يترك علاجه. يعني انا هذه مطبقها على اقول لك عشرات الالاف المرضى بدون استثناء، كبير صغير، عنده امراض متعدده، مرض واحد عنده. انا هسه الناس تقول ابو الضغط ممنوع علي الملح، اذا اكلت ملح راح يصعد ضغطك، انا اقول له اقطع الشكر واقطع التمن واقطع الكربوهيدرات والفواكه وروح اكل ملح، ضغطك ما راح يصعد. وهذا اكبر دليل ان الضغط مو من الملح، مو من الصوديوم، من النشويات. طبعا هذه الاخطاء الشائعه هذه ان شاء الله في اليوم. نعم. احنا تحدثنا في حلقات سابقه وفي برامج سابقه عن. نعم. عن الكوليسترول. عندنا طبعا اللي يحب موجوده يعني على المركز الصيني العراقي يقدر يراجعهن، كذبه الدهون الكبرى بها اربع حلقات، فيتامين دي اربع اجزاء، السرطان اربع اجزاء، والسكر والضغط والنظام الكيتو والاخلاط. هذني اذا واحد فقط تابع هذني البرامج وعرف راح يكون طبيب نفسه. جميل. راح يعرف ايش ياكل وايش يشرب وشلون المصانع العالميه ومصانع الادويه قاعد هي تمرضنا من اجل بيع الدواء، من اجل ما عندنا اعلان في اليوم. هسه اعلانات، حتى قاموا اعلانات على الادويه، قبل ما كان اعلانات على الادويه. هسه عندنا بالتلفزيون اعلانات على الادويه، كل شيء اصبح تجاره اليوم. ماكو. نعم. في اليوم شفت اعلان يقول لك لا تاكل، لا تشرب بيبسي، لا تاكل خبز، لا تاكل تمن، لا ما عندنا هذه الاعلانات. عندنا اعلانات تصنع لك السموم، تغذيك بسموم، تمرضك، واعلانات مقابلها تبيع لك الادويه. هذه هنا هي. فهسه خلي ما دام ما اعرف ايش قد بقى عندنا. نعم. من الوقت، خلي نقول للاخ بعض الادويه. حيدر يزان، ايش قد بقى من الوقت؟ نعم نعم، ست دقائق. ست دقائق. برنامج. نعم. غذاء الكيتو يحذف من اكله النشويات، يعني الخبز، التمن، النشا، الدقيق، الشوفان، الشعير. نعم. الفواكه والشكر، واي شيء يحتوي على طعم حلو صناعي لو طبيعي، سيقول تمر، عسل، كل اي شيء طعمه حلو ما يتقرب له. ياكل دهون، نسبه الدهون تكون عاليه، يعني الغذاء اللي يحتاجه جسمه 75% من السعرات الحراريه ياخذها من الدهون، 15% من الكربوهيدرات، العفو، من البروتينات، و10% من الخضار. دكتور، نظام الكيتو مشروط بانه الانسان لازم انه يشيك حاله، يشوف يعني من خلال التشيك اوت بشكل عام للتحاليل او التحاليل الشامله حتى يقدم على نظام الكيتو، ولا كل انسان باستطاعته انه يعمل الكيتو او يتبع نظام الكيتو من دون ان يعمل تحاليل شامله؟ كل انسان يقدر يتبع نظام الكيتو ما عدا الاطفال، واحد. نعم. الحامل، المرضع، الفشل الكلوي، فشل الكبد. هذول والامراض القلبيه الشديده، يعني هذول السته ممنوع عليهم استخدام الكيتو. كثير من الاشخاص عندهم نسب متفاوته من الدهون على الكبد، باستطاعتهم انه يتبعون خلال شهر راح يتخلص من دهون الكبد. اذا يجب ان يطبقه بصوره صحيحه. نعم. الكيتو اذا ما يطبقه بصوره صحيحه راح يسبب له اضرار، فيجب ان يطبق نظام الكيتو بصوره صحيحه. اعراض الجانبيه دكتور؟ ما ابي اعراض جانبيه، هي نسبه الدهون ترتفع عده، اذا خربط راح يسمن. اذا خربط بنظام الكيتو، نظام الكيتو تاكل شحم وتاكل دهن وتاكل ليه بس راح تضعف،
ما تسمن، ولكن اذا دخلت وياه نشويات راح تسمن، لان كل ذره من النشويات راح تحول الى جلوكوز، كل ذره من الجلوكوز تاخذ اربعه وياها. الرز مسموح بالكيتو؟ الرز لا ما مسموح، كل النشويات، كل لا. الكربوهيدرات، كل انواع الحبوب والبقوليات كلها ما مسموحه. بلي بالنسبه الى ياخذ الثوم على الريق، نعم. ياخذ الثوم على الريق مفيد للسكر والضغط، نعم. اثنين عاتهم، ياخذ ملعقه دارسين بكوب من الزبادي ياكله جدا جيد. الالبان جميعها مسموحه بالكيتو ما عدا الحليب ما مسموح بالكيتو، جميع انواع اللحوم مسموحه، جميع انواع الخضار والخضروات مسموحه، والمكسرات كلها مسموحه ما عدا الفول السوداني فستق العبيد، نعم. هذا ما مسموح من المكسرات لان هو من البقوليات، نعم. مو من المكسرات. ياخذ بذور الباميه وخوص النخل، الخوص الجديد طالع مالت النخل، يقصه ويا بذور البانيه ويخليهن بقلاص، يدير عليهن ماء مغلي، يتركهن 10 دقائق، بعد 10 دقائق يشربهن، هذا ينزل له السكر. احسنتم. هذا بشكل اجمالي مشاهدينا نظام الكيتو اللي يحب انه يتبع هذا النظام ويحصل على قوام وعلى رشاقه مطلوبه وعلى صحه عامه وانتفاء لموضوع الأمراض المزمنة مثل ما عرض جناب الدكتور محمود، حقيقة يتبع هذا النظام. والصحة والسلامة لكم جميعا. دكتور، الوقت المخصص لهذه الحلقة انتهى، ولا يسعني إلا أن أشكركم الشكر الجزيل والثناء الجميل لكم جناب الدكتور محمود زنقنا مدير المركز الصيني العراقي، شكرا جزيلا لكم. إن شاء الله حياكم الله. نلتقي وياكم ويا جناب الدكتور مشاهدينا يوم الأحد القادم. أما برنامج نوافذ الحياة مستمر معاكم من السبت إلى الأربعاء، حتى ألقاكم في حلقة نهاية الأسبوع يوم غد الأربعاء. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.